لملعب المباراة ونشوف زميلنا كريم أحمد وآخر الأجواء قبل انطلاق المباراة مباشرة. اتفضل يا كريم. بجدد تحية لك من جديد كابتن أيمن شوقي، طبعا كل تحية ليك ولكل مشاهدينا وكباتننا الكبار نجوم الصوت التحليلي وجمهور النادي الأهلي العظيم. الحقيقة اللي أبدأ معاك بيه النهاردة في البداية، مجرد وصولنا إلى استاد الجيش ببرج العرب والهتاف الكبير والتشجيع الكثير طبعا ليه كل لاعبي النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب الحقيقه اللي نال هتاف كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. سر عظمه الجمهور في هتافه وحماسه ومساندته الكبيره في ظل هذا التوقيت الدقيق جدا الحقيقه على فريق النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي بشكل عام. عشان كده النهارده ويمكن بشكل عام المباراه المتبقيه لبطوله الدوري العام فرصه مهمه جدا وفرصه كبيره جدا لكل المجموعه وكل شباب النادي الاهلي اللي متواجده في هذه المباريات. ان شاء الله باذن الله بنطالبهم بالتركيز، بنطالبهم بالاصرار الكبير والتصميم اللي احنا عارفينه على النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده لكل اللاعبين. الاجواء طيبه جدا النهارده هنا في استاد برج العرب، لكن الحقيقه الرطوبه عاليه جدا يا كابتن ايمن، تصل ل 80%، درجه الحراره تصل ل 30، فيعني الاجواء صعبه شويه بالنسبه للمناخ، لكن يعني هو ده اللي النادي الاهلي متعود على هذا الامر. يمكن المباريات في افريقيا كمان بتكون اصعب من كده. بنتمنى النهارده شباب النادي الاهلي كالعاده يكونوا في قمه تركيزهم. مستر ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يكون قيادته الفنيه من خارج الخطوط قياده مميزه، يستعين بعدد من اللاعبين الوافدين المتواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. اجواء طيبه للفريقين دلوقتي في هذه الاثناء بيجري عمليات الاحماء، ينقصنا التوفيق ان شاء الله كابتن ايمن في مباراه اليوم. شكرا جزيلا كريم، وان شاء الله باذن الله مباراه جيده لشباب النادي الاهلي واللعيبه العائده من الاصابه، وان شاء الله الفوز يكون من نصيب النادي الاهلي النهارده ان شاء الله.